Salut les amis, معكم عماد الزنيسي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من السيري ديالكم أبخوندو لو فرونسي أون 60 جور. إن شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نشرحوا واحد لي زوتي تنستعملوهم بزاف بزاف فاش نبغيو نديروا أسئلة، فاش نبغيو نطرحوا أسئلة في جملة. بما أننا تنخدموا دابا لي فراز، بعض المرات تنصادفوا أننا تنبغيو نطرحوا شي سؤال على شي واحد. كاينين دي زوتي دانتيغوغاسيون، هاد لي زوتي هادو هما اللي غادي نشوفوا اليوم إن شاء الله، غادي نشوفوا لا بلي بارفيهم اللي تنستعملوهم. غادي نبداو إن شاء الله على بركة الله. غادي نبداو بأول وحدة سميتها كون. كون اللي باللغة العربية هي متى. كون فاش تبغي تسول شي واحد متى تتقول له كون. مثلا بغينا نسول نديرو ان اكزومبل، مثلا tu arrives quand، متى تصيب، متى تصيب، tu arrives quand، فهمتوا؟ كون هي متى، فاش نبغي نسولو على الوقت، على شي واحد نسولو على الوقت تنسولوه بكون. عندنا واحدة أخرى عندنا او، او هي أين، هي أين، او هي أين. شي واحد بغيتي تسولو فين تتسكن تقول له فوز ابيتي او، اين تسكن، فوز ابيتي او، ولا او ابيتي، حتى هادي بحالها فاش فهمتو، اين تسكن ولا اين تقطن. كاينه واحده اخرى الدراري سميتها بوركوا، بوركوا هي لماذا، تتقول له بوركوا فاتي ا ليكول، بوركوا فاتي ا ليكول، لماذا تذهب الى المدرسه، فهمت الدراري. عندنا واحده اخرى سميتها كي، كي اللي هي من، من بغيتي تسول شي واحد تقول له شكون هو استاذك، تقول له كي طون بروفيسور، كي طون بير، كي طون فرير، فوالا تقول له من هو استاذك، كي طون بروفيسور. عندنا عاوتاني كومون، كومون، كومون هي كيف، تنطرحو مثلا تنقول له كومون سافا، كيف حال، كيف حالك ولا كيف الحال، كومون سافا، كومون فاتي، كومون طاليفو، كومون تي طابير، تستعملو هاد كومون بزاف. عندنا عاوتاني كومبيان، كومبيان دو، دابا كومبيان فيها جوج، كاينه كومبيان عاديه وكومبيان دو، كومبيان دو تنديروها للعدد، هي بالعربيه هي كم، ولكن تستعملوها للعدد فاش نبغي نقول له شحال مثلا عندكم في القسم، تنقول له كومبيان يتفو اون كلاس، كومبيان يتفو اون كلاس، كم انتم في القسم. وإلا بغيت نسول على كم، على كم سعر فاش نهضروا على الفلوس تنقول له كومبيان، بلا دو بلا والو، غير كومبيان هكا بوحده، تنقول له كومبيان ساكوت، كم سعرها ولا كم تكلف ولا كم الثمن، فهمتوني ولا فهمتوش، كومبيان ساكوت. عندنا واحد اخرى سميتها افيفو، افيفو هي هل لديك، هل لديك، افيفو دي زونفون، افيفو دي فرير، فهمتو، افيفو، افيفو دي فرير هي هل لديك اخوه. عندنا واحد اخرى الدراري والاخرى اللي هي كوا، كوا ماذا، ماذا تنسالو حتى هي بزاف، تنقولو تي دي كوا، ماذا قلت، تي في كوا، ماذا فعلت، ماذا تفعل. واش فهمت الدراري؟ هادو هما لي زوتي دانتيغوغاسيون، لي زوتي دانتيغوغاسيون. نعاودو دغيا دغيا، كاينه كون هي متى، كاينه او هي اين، كاينه بوركوا لماذا، كاينه كي من، كاينه كومون كيف، كاينه كومبيان دو تنقولو هل العدد، كم بالعلى العدد، كم بكم في القسم، كم عددكم، كم انتم، فهمتو، كم لغه تتكلم، هادو كلهم تنقولو كومبيان دو. كاينه كون، كومبيان، كاينه كومبيان بوحدها، هذه على السعر، كم السعر، فهمتوا، تنقولوا كومبيان ساكوت. كاينه واحده اخرى سميتها افيفو، افيفو هي هل لديك، تنسولو شي واحد واش عندك خوتك، هل لديك اخوه، هل لديك نقود، هل لديك زعما قلم اضافي، فهمتوا، تنقولوا افيفو دوتر ستيلو، افيفو دي فرير، افيفو ان كونت بونكير. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ كاينه كوا، كوا هي ماذا، كوا تنستعملوه كلنا تنعرفو، هي تنقولو مثلا تي دي كوا، تي في كوا، فهمتو، كاينين بزاف. كان معكم عماد الزنيتي، تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه هذه، ما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو باش تعمل فائده على كل شيء ان شاء الله. السلام عليكم.